يعني اتكلمنا عن الشماتة اللي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي، الشماتة في اللي حصل في فرنسا. حضرتك قلت انه في، يعني قبل ما نروح فاصل، قلت انه في الآن عالم غني جدا وعالم فقير جدا، عالم ديمقراطي وعالم قمعي. هل الإعلام، واحنا بنتكلم عن دور الإعلام، قادر انه يضيق الهوة دي ولا ممكن يوسعها اكتر؟ هو المشكلة ان ما هو الاعلام؟ ما هو هذا العالم المتقدم له اعلامه اللي هو بيغذي العالم بحوالي باكتر من 90% من المعلومات، 90%، وبقيت ده اوروبا وامريكا، وبقية العالم حوالي 10%. فاحنا احيانا بنحس ان احنا في دايرة مغلقة. الاعلام بتاعنا الحقيقة، انا مش عايز بس يعني اقول كلام يبدو متجني شوية، لكن انا اعتقد الاعلام المصري في 40 سنة اللي فاتوا شارك في تضليل وتدمير العقل المصري، تدمير العقل المصري. الحمد لله انه خلال فترة الاخوان ومحمد مرسي الاعلام المصري لعب دور ايجابي، لكن عدنا ثانية إلى لغة التطرف والتعصب والعنترية والبعد عن العقل. يعني ده الإعلام ده أساسه النقاش العاقل المتعقل بالحجج، لا هنا عندنا النقاش بالصوت العالي. على فكرة بالنسبة للإعلام نربطه برضه بالإرهاب وبمصر، مجلة لوبوان من أهم المجلات في فرنسا نشرت مقال انا مستغرب انه ما حدش التفت اليه قوي، عنوانه مصير العالم يتحدد في مصر، وبيقول انه ما حدث في مصر لما مصر كانت مع الاتحاد السوفيتي ولعب الدور ضده وبعدين جه السادات وقتل السادات، مصر دايما ونهايه المقال بيستخلص الكاتب انه اذا اردنا القضاء على الارهاب على داعش وعلى الارهاب وعلى الفكر المتطرف فالبدايه هي مصر. وهذه نقطه في منتهى الاهميه، هو مش يعني مش احلام مني او حب لبلدي، لا هذه حقيقه. المصريين مبالغين شويه يا استاذ شبلي في حبهم لبلدهم. لا دي مجله لوبوان، هو انا اللي بقولها؟ دي مجله لوبوان اللي بتقولها. فهذه حقيقه انه مصر بتلعب دور مهم جدا، وانه العالم دلوقتي بدا يفهم زي ما قلت قبل كده ان الغرب بدا يفهم، طالما ان هؤلاء الفقراء بالشكل ده هيجوا لهم جحافل مش هيقدروا يقفلوا حدودهم مهما عملوا، مش هيقدروا يقفلوا حدودهم. الحاجه الثانيه اللي بدوا يفهموها، هيلاري كلينتون قالت امبارح تصريح مهم جدا، قالت المهم القضاء على ايديولوجيه داعش. يعني فرانسوا اولاند قال القضاء على داعش، هيلاري كلينتون قالت القضاء على ايديولوجيه داعش. يعني عندهم ايديولوجيه، طيب عندهم فكر.